من جهته أوضح مدير عام إنتاج كهرباء الشمال وليد خالد حسن أن الاجتماع مع محافظ صلاح الدين تناول مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتذليل المعوقات بهذا المجال، مثمنا تعاون المحافظ في نصب منظومة تفريغ وقود في مشروع صلاح الدين لديمومة عمل المحطة. كان عندنا لقاء مع سيد محافظ صلاح الدين، ناقشنا عدة أمور واللي كان أهمها تذليل العقبات بخصوص موضوع الطاقة الشمسية، لوضع طاقة شمسية في محافظة صلاح الدين. وإن شاء الله سوف يكون الأسبوع القادم اجتماع مع السيد المحافظ مع كافة الدوائر الخدمية لتذليل كافة المعوقات بهذا الخصوص. اليوم يعني مشكورا السيد المحافظ حقيقة كان متعاون معنا لوضع منظومة لمساعدة إنتاج الشمال في نصب منظومة تفريغ لمعالجة الوقود لتفريغ الوقود في مشروع صلاح الدين، وأوعز بالعمل ومساعدة إدارة المشروع والمحطة لتسهيل عملية تفريغ الوقود واستمرارية وديمومة عمل المحطة.